احنا اليوم تنعيش الدورة العاشرة للمهرجان الدولي للفولكلور الطيف الأطفال السلام بمشاركة 25 دولة وزيادة من 700 طفل. مع الأسف هذه السنة نفتقد دولة تركيا التي كانت منذ البداية أحد المؤسسين للمهرجان. كما نتأسف لغياب عدد من الدول نظرا للصعوبات والأوضاع التي يعرفها العالم، ونحن بدورنا خلال هذا المهرجان نعمل على نشر ثقافة السلام عبر أطفال العالم عبر تلاقيهم وتلاقح ثقافاتهم.